حلمت بواحد الجزيرة فيها الماء سخون وضاوي والبحر فيها خاوي والموجة فيها بحال الحلم ديالي. بعد 18 ساعة ديال الطيارة 10 سوايع ديال الترونسبور وسوايع ديال المشي وسط الغابة قدرت نوصل للحلم ديالي. الخرا ديال النهار عندها واحد المذاق بوحدو، وخا ما تكونش هي احسن موجة ديال النهار حيت هي اللي كتبقى متورخة في دماغك حتى للسيسيون الجاية. من بعد يومين ديال الطريق ونهار ديال السر فقت مشتت وكان ولا بدا ليا ندير شي مساج ونرتاح واحد شوية. هاد الناس ما عندهم والو وما خصهم والو. كاع الناس اللي كنتلقى معاهم كيضحكوا ليا في وجهي وانا تعلمت نضحك ليهم في وجهو. ماشي بحال المجتمعات ديالنا لا ضحكتي لبنادم في وجهو يقول هذا بوها لي ولا مبوق. من بعد نهار ديال الراحة والاستراحة حسيت بأن الموجة كتعيط ليا. Come.
إيه الطريق ديالي وصلتني لواحد الموجة قبيحة وخفت لما نكونش نبدل داكشي اللي حلمت به. هاد الموجة زبالة والحجر فيها قريب بزاف. ولكن انا عارف بان لابقيت كنحاول غادي ناخذ هذيك الموجه اللي غادي تنسيني كاع التمر اللي ضربت باش نوصل لها. لو من موروكو يا مغول يا مغول. تعرف كيعلمك تخدم على الاحاسيس ديالك حيت بعض المرات يلا كتاخذ الموجه ديال حياتك والموجه اللي من بعد كتاخذ التفرشيخه ديال حياتك. حتى حاجه ما مضمونه كل موجه وكيدايره. الجعبة هي البلاصة الوحيدة للأحاسيس ديالي تحياهم. كنقيس كنشوف كنحس كنتنفس ما كنخافش تسد عليا حيت الفرحة ديالي قوية على أي حاجة. Thank you.
الجزيرة عطاتني بزاف وحسيت بأنني خصني نضفت لها شي حاجة وخا قليلة، وبالمعاونة ديال بنادم من بلادي قدرت نمشي لهاد المدرسة ونكوموندي لكاع الدراري ديالها 170 تيشيرت ديال الرياضة حيت ما كانش عندهم باش يشريوهم. Thank you.